اهلا متابعينا الكرام، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. فضلا وليس امرا انكم تابوناو معنا وتفعلوا زر جرس باش يوصلكم كل جديد عندنا باذن الله. ما تنساوش لايك الى عجبكم المحتوى. كما عودناكم فيديو جديد واخبار جديده وتطورات جديده. اليوم فيديو نهضروا فيه على الزروالي والمثليه. كما شفتوا ان الزروالي بعد ما دار واحد متابزة مع واحد السيد اللي هو كذلك معروف واللي كذلك انهم تعتقلوا للسجن، كانت تفاجئوا ان بعد الخروج ديالو كل شيء كينعتوه بالمثليين، وكذلك داك الناس اللي تابز معاهم يعني كينعتوه بالمثليه. وهو كيدافع على هذا الشيء وكيقول انني انا ماشي مثلي وانني انا ولد دارهم. وكذلك ان منين هضر راكم عارفين ما سكتش على المثليين طبيعة الحال، شكون غيجاوبو؟ غتجاوبو صوفيا طالوني بهذا التعليق. خليكم معنا وغتعرفو شنو قالت. بزاف عليك تكون مثلي، واش غير اجي وكون مثلي؟ ما تبقاش تجبد سمية مثلي على فمك، خاصك تشلل فمك وتتوضى باش تجبدها، فهمتي؟ وباز بغيتي تلصق فينا بالزز وحنا متبرين منك، لانه المثلي ما تيتعطاش مع النساء والعيالات، ما تياكلش فلوس الضعفاء، ما تصورش الناس باش يسترزق بهم. ماشي بوحاطي ماشي خائن للامانه. انا تنقولها انت ماشي مثلي وبزاف عليك تكون مثلي، حيت انت بين قوسين كلمه طايحه شويه اللي ما غنقدرش نقولها، ولكن كتفسر ان صوفيا طالوني كتفسر ان الزروالي عنده خصال اخرى، يعني ما يقدرش يكون مثلي لان المثليين فيهم شي خصال بوحديتهم كما هي فسرات بين قوسين. المهم اخوتي ان الناس كتنعتو بهذا النعت، وهو راديش قدام عائلته لان الاب ديالو كيشوف هذا الشيء، الام يعني كتجيهم شويه قاصحه الصراحه، واللي كي ما كيقول ان الناس اللي كي يحاربوه انهم باغيين ينحيوه من كما كنقولوا من المغرب. مره هو هرب بناته من فرنسا على حساب بوريساريو كما قال، وقال انني لقيت ما اكثر هنا. المهم اخوتي هذا الشيء المستجدات اللي كاينه وتطورات الى ملتقى اخر مستجدات اخرى. السلام عليكم، والله بعد علينا البلا هذا الشيء.